كان يا مكان دورس كان عصفور من جهنم. أن كايندلي سأل الشيطان لو أمكن يستلف دورس عشان لعبة أسفلت ناين. دورس كان جيد جدا معاه وكان شغال يكسب في السباقات، بس أن كايندلي قتله. أيوة قتل دورس عشان فضل يخسر ضد أفيق كتير. دورس دلوقتي تحت الأرض، الله يرحمه.
Thank you.
We'll be right back.